زي ما احنا شايفين وجهات النظر كلها بتدعم هذا الحوار بشكل او باخر. وفي نفس الوقت انا عايز اتكلم على كذا نقطه الحياه. من هي القوه؟ طبعا زي ما سياده الرئيس قال انه القوه كلها هتبقى موجوده بدون تمييز وبدون تفرقه، ويقصد بالقوه طبعا القوه المدنيه، القوه المؤمنه بالدستور، القوه المؤمنه بالنظام الجمهوري، القوه الفاعله على الساحه السياسيه، مش بس الاحزاب والنقابات، وأيضا الصحافة والإعلام، وكذلك الحال البرلمان بغرفته. كل قوى المجتمع المدني دي هتكون ممثلة في مكانها. ولكن البعض قال يا جماعة ده ممكن بعد ما بيتقال الكلام ده يبقى مقدمة للمصالحة مع الإخوان. الحقيقة هذا كلام غير صحيح جملة وتفصيلا. المواقف من جماعة الإخوان معروفة، جماعة الإخوان احتكمت إلى السلاح وحرضت على القتل، لدينا أكثر من 3700 شهيد. لا يمكن بأي حال من الأحوال، لا موقف القيادة ولا موقف الشعب مع هذا الأمر بأي حال من الأحوال، عشان الناس تبقى مرتاحة وتبطل التكهنات الغير صحيحة. الحوار يستهدف القوى المدنية التي لم تحتكم إلى السلاح ولم تتآمر على الدولة ومنشآتها وجنودها وضباطها. دي حاجة. حاجة تانية، البعض أثار في الفترة الأخيرة إن ليه بنروح المؤتمر الوطني الشباب، ليه بندي المؤتمر الوطني هو حق الإدارة؟ أولا الصورة الحقيقية اللي هتبقى موجودة إن الحوار سيجرى في الأكاديمية الوطنية للتدريب. الأكاديمية الوطنية للتدريب مهمتها بالأساس تخريج قيادات مؤثرة من الشباب لتتولى مواقع قيادية عديدة، وهي مكان تنظيمي أكثر من كونه فرض الهيمنة أو غيره. اثنين، المؤتمر الوطني للشباب بتجاربه العديدة وقدراته التنظيمية المهمة سيكون له مجال الإعداد التنظيمي أيضا. لكن هو بالأساس القيادة السياسية قالت إن احنا الرئيس هيحضر الجزء الختامي، الرئيس سيشارك في بعض الجلسات، كل التقارير التي ومخرجات الحوار ستذهب إلى رئيس الجمهورية. فلا داعي أن احنا نقول والله ده احنا هنروح عند شباب ولا غير شباب، لا، القضية أكبر من كده بكتير جدا. ثم الشباب جزء من هذا الكيان الوطني المعني بالأساس بالحاضر وبالمستقبل. طبعا في قضايا كتير جدا اتعرض لها، قضية الإعلام اتعرض لها، احنا كنا في فترة انتقالية وكان في يعني محددات معينة، احنا الآن في فترة انفتاح بنتكلم، محدش بيقول لنا انتوا بتعملوا ايه، بنعبر عن راينا عن مشاكل الناس، مفيش ممنوعات ولا يجب ان يكون هناك ممنوعات، الراي والراي الاخر يجب ان يحترم، الافراج عن المساجين السياسيين وفق العفو الرئاسي الصادر شيء يحترم، شيء يفتح الباب امام الاخرين، ولكن ايضا نتمنى مع الافراج ان الناس تبقى عندها وعي بالتحديات اللي بتواجه البلد دي. الوطن ده وطننا وكلنا يجب أن نحافظ عليه ونسعى إلى تحمل المسؤولية جنبا إلى جنب مع القيادة السياسية. الرئيس إذا كان قد طوى صفحة ربما تطاول فيها البعض كثيرا على الدولة وعلى غيره وعلى غيره، نتمنى أيضا من الآخرين أن يتم فتح صفحة جديدة قوامها كيف نستطيع أن نبني بلدا في مواجهة التحديات. محدش ضد مشاركة كل القوى السياسية انها تبقى موجودة، عادي كويس جدا، لكن المهم في جدول الأعمال والسعي إلى إنجاح هذا المؤتمر اللي حيمثل في تقديري يعني صفحة جديدة في تاريخ الحياة السياسية المصرية. هيا أنا بشكركم ونلتقي الخميس القادم.